اخواننا الحلوين متابعينا في كل مكان في الوطن العربي، نرحب بكم من جديد. واليوم درسنا درس هام ايضا. يوميا عندنا دروس هامه لجميع الفئات العمريه، ان كان ناشئين او شباب او اشبال. طبعا المستوى الحين اللي عم نشتغل عليه هو مستوى ادفانس بيجنرز، يعني انتم وصلتوا لمرحله متقدمه بعد ما اخذتوا كل القواعد وكل الاشياء الاساسيه والبيزك، والحين انتقلنا لدراسه الاستراتيج ودراسه مفاهيم التكتيك والتكنيك وتطوير القطع واللعب على رقعه الشطرنج بشكل جيد. اهم سؤال ويعني عم يجي من كثير ناس وكثير لاعبين، انه كيف انا ممكن اطور حالي بشكل كثير كبير، كيف انا ممكن اوصل، كيف انا ممكن اصير انه لاعب بروفيشنال جراند ماستر او ماستر او استاذ دولي كبير. اول شيء مبدئيا الوضع الموضوع يحتاج الى وقت، يحتاج الى جهد، يحتاج الى الى الى, إلى يعني تفرغ كامل لهذه اللعبه. وانت بشكل يومي عم تدرس من دون ممارسه، يعني الموضوع يصير صعب. الحين انا درست نظريات، النظريات هاي كلها اللي تدرسونها الحين كلها اشياء تحتاج الى تجارب، تحتاج الى مباريات، تحتاج الى خبره. كل ما لعبت اي شكل او اي افتتاح او كل ما طبقت القواعد التكتيكيه على رقعه الشطرنج تشوف نفسك انك انت متمكن اكثر، ولكن تحتاج الى مباريات وتحتاج الى معارك لحتى توصل للهدف. ان شاء الله بنشوفكم كلكم على منصات التتويج، وان شاء الله بنشوفكم في مراكز متقدمه واسماء بارزه في عالم لعبة الشطرنج وفي الشطرنج العربي قريبا إن شاء الله. اليوم درسنا عن افتتاح مهم وطريقة التعامل مع الأشكال اللي بتنتج عن هذا الافتتاح. الدرس طبعا بين مباراة التعبت بين لاعبين قطبين يعني معروفين في عالم الشطرنج، تصانيفهم من التوب 10 كان. خلي المايك عندك مسكر يا حبيبي، خلي المايك عندكم دائما مسكر على أساس الصوت ما يطلع ويزعج الآخرين. بعدين الأسئلة حاول أنك تجاوب على السؤال، وحاول أنك تركز لأني رح أسأل اللاعبين الموجودين كلياتهم أسئلة في درس اليوم. خليك مركز تماما. إذن درسنا اليوم عن افتتاح بيرك، طبعا في له شقين او في له لاينات كثيره، بس لكن في عندنا التبييت القصير والتبييت الطويل ممكن في هذا الافتتاح. واليوم راح نشاهد جيم بين اللاعب البطل العالمي، طبعا بطل العالم اناند، بين اناند وفان ويلي، بين اناند وفان ويلي. هذا الجيم التعب في عام 1999. اللي فاتح المايك يسكر المايك، الكلام واضح يا ابني. ارسين سكر المايك اذا كان مفتوح عندك المايك، اللاعبين اللي مفتوح عندهم المايك سكروا المايك رجاء. مسكر. اوكي. اذا اي 4 ودي 6، والحين من دون ما نفكر، من دون ما نفكر ونضيع وقت ونشغل بالنا ونشغل فكرنا، شو لازم نلعب هون يا انس؟ شو لازم نلعب هون؟ السؤال موجه لأنس، شو لازم نلعب هون يا أنس؟ أنس تسمعنا؟ شريف البدوي شو لازم نلعب هون؟ ريتاج يا مرحبا ريتاج. توفيق هاي كابتن. هلا كابتن. ريتاج شو تلعبي لهم بهذا الوضع يا ريتاج؟ لو معاك ابيض شو تلعبي؟ بنتشر بقطعي. اي قطع شو تلعبي؟ اعطيني نقله. نايت جي 3. ما فهمت، غير مفهوم الكلام. شو 9G3 يعني؟ كيف يعني 9G3؟ يعني الحصان يطلع شيء؟ ما
نايت اف 3. مين اللي قال نايت اف 3؟ شريف. شريف زين. انا شو تلعب بهذا الوضع؟ توفيق ايوب انتشر بحصان نايت سي 3. انتشر بالحصان نايت سي 3 انزين. شكرا لك. سكر المايك. مين موجود معانا بالدرس؟ كريم الاطرش سامعني؟ كابتن عز جاوب. كريم الاطرش ايه شو تلعب الحين بالابيض؟ شو تلعب؟ دي فور. دي فور يا عيني عليك يا كريم. يا ابني انتبه. سكر المايك. ان شاء الله الساعه ناطره تقول لك انت اقول دي فور. انزين يا ابني انتبه علي، خلي تركيزك عالي. يعني هاي من البديهيات، يعني اذا الحين انت مالك عارف كيف تاخذ الوسط بجندي او جنديين، يعني هاي مصيبه المصائب. يعني ابسط شيء اني انا افكر بطريقه منطقيه، انا عندي قدره اني امتلك الوسط بجنديين، ايش اللي يخليني يمنعني؟ طالما ما في حدا يمنعني، ليش ما احتل الوسط بجنديين؟ الوسط هو اساس اللعبه. هدول المربعات الذهبيه اللي تكلمنا عنهم، مربعات الوسط، الجولدن سكوير، اهم هدف عندي بالانتشار هو احتلال الوسط، الانتشار الى الوسط، امتلاك الوسط، السيطره على الوسط. هذا هدف اساسي. من دون ما افكر وانا عيوني مغمضه افكر اني احط جنديين بالوسط. برافو عليك كريم. الحين جي 6 او نايت اف 6، الحين لعب الاسود جي 6، شو نلعب بهذا الوضع؟ شو نلعب بهذا الوضع؟ نقلات جميله وبسيطه وسهله، اما نلعب نايت اف 3 اما نلعب نايت سي 3، نقلتين صحيحات بيحموا وبيعززوا من حمايه الجنود والانتشار الى الوسط. نقلات لوجيك موف. نايت سي 3 بده ما يكشف كل اوراقه الابيض، لعب نقله نايت سي 3 والاسود طبعا بكل بساطه واضح انه بده ينتشر بالفيل من الجناح، جناح الملك، وياخذ هذا الوتر، ياخذ هذا الوتر الطويل اللي شايفينه امامكم ويسيطر على وتر جميل وقوي ويضغط على الوسط من خلال الفيل. إذن نايت اف 3 ايضا واضح انه الابيض مقرر انه يلعب بشكل بسيط، ينتشر بشكل بسيط، ما يعقد الامور، كمان هذا بطل عالم عم بفكر بطريقه سهله جدا. نايت اف 6. والحين طبعا في سؤال مهم، انا عندي جنديين محميين بحصانين، يعني وضعي سيف، وضعي جدا ممتاز، ضل عندي انتشار الفيلين، هدول الفيلين لازم انتشر فيهم بشكل صحيح، واقرر وين بدي ابيت، تبيت طويل او تبيت قصير. مهم جدا اني اعرف شو بدي العب بهذا الوضع، وين احط فيلي، بدي انتشر بهذا الفيل او بدي انتشر بهذا الفيل، بدي اعرف كيف افكر، بدي اسال نفسي. اول شيء لازم افهم انا وين بدي اروح ابيت. اذا بدي ابيت طويل فمعناته لازم انتشر بهذا الفيل اولا، لو بدي ابيت قصير لازم استعجل وانتشر بفيل اللي بعمود الاف، الفيل الابيض. طيب انا عند هون بهذا الشكل قرر انه ينتشر بفيل الابيض، معناها واضح اني عنده نيه او عنده رغبه انه يبيت قصير بشكل سريع. وين يروح هذا الفيل؟ سؤال مهم جدا، سؤال غاية في الأهمية. هذا الفيل وين يروح؟ بيشوب سي 4. سؤال استراتيجي، يعني هذا السؤال استراتيجي، عنده الفيل وتر كامل يعني قادر ينتشر عليه، إما على اي 2 إما على دي 3 إما على سي 4 إما على بي 5، لكن كيف بده يقرر بهذا الوضع؟ كيف بده يقرر اللاعب انه كيف ينتشر؟ سكر المايك كريم، سكر المايك. لازم يوم تقرر ان هذا الفيل وين بده ينتشر لازم تكون فاهم ليش انتشر لهون.
لازم تكون فاهم مش حافظ، في فرق. يعني يوم تقول انت بيشوب سي 4 او تقول بيشوب اي 2 او تقول بيشوب دي 3 او بيشوب بي 5 لازم يكون عندك جواب. ليش انا راح احط فيلي هون؟ ليش راح اوضع فيلي بهذا المكان؟ وسؤال مهم جدا، السؤال موجه للجميع من دون ما تفتح المايك. لين انا اسالك لو معاك هذا الشكل ومعاك ابيض، وين تحط فيلك الابيض؟ السؤال موجود على الجميع، للجميع، السؤال موجه للجميع. وراح اطلب فقط من احمد الصباغ جاوبني على هذا السؤال الحين، وين تحط فيلك وليش تحط فيلك؟ وين تنتشر يا احمد الصباغ؟ احمد الصباغ تسمعنا؟ انت معنا احمد؟ نعم. شو تلعب الحين؟ الله اكبر. شو نصلي؟ وينكم يا ابطال؟ بيشوب اي 2. مين اللي قال بيشوب اي 2؟ احمد. طيب ليش تلعب بيشوب اي 2؟ ما تعرف ليش؟ طيب السؤال موجه لنور. نور، نور السوم. بيشوب دي 3. ليش تلعبي بيشوب دي 3؟ ليضل حامل اي 4 اذا بدنا نشيل النايت. ليضل حامل اي 4 اذا بدنا نشيل النايت. شكرا يا نور. انس، انس محمد، انس انت معنا يا انس؟ طيب قاسم، شو بدك تلعب بهذا؟ بيشوب سي 4. ليش بدك تحط فيلك بالسي 4؟ عم يجمع على اضعف بون بال او اللي هو الاف 7 اللي محمي بس بالملك، يمكن نضغط عليه وكمان هذا امر با يمكن يروح عليه هلا. طيب شكرا يا احمد. شكرا يا احمد. شكرا يا شو اسمه؟ قاسم. قاسم. ريتاج. نعم. شو تلعبين الحين هون بهذا الوضع؟ بيشوب سي 4 على مود اهجم على الاف 7 وبعدين انه اطلع حصاني اجيب نايت جي 5 عمود اهجم على البيدق اللي كلش ضعيف عند الاسود عند الابيض بدون اي نقله. احنا من الاول كل شيء بنلعب المربع الوحيد هو الضعيف هذا اللي يهجم عليه الابيض والاسود. شكرا يا ريتاج. سعود احمد. نعم. شو تلعب الحين؟ بيشوب اف 4. بيشوب اف 4. نحن تكلمنا الحين يا دكتور انه الكلام على هذا الفيل الابيض. عم نتكلم انه اناند بده ينتشر بفيله الابيض ويبيت قصير. الحين السؤال واضح، وين تروح بهذا الفيل؟ بيشوب دي 3. بيشوب دي 3. ليش تجي على بيشوب دي 3؟ يهمني دي 4 اكثر. شكرا. سكر المايك، سكر المايك. توفيق ايوب. نعم كابتن. شو تلعب بهذا الوضع؟ على سي 4.
على السي 4. شو السبب؟ عشان اضغط على نقطة ضعف عند الابيض الجندي الاف 7. شكرا يا توفيق. بدوي بدوي امين محمد يا امين امين محمد مو موجود معانا. امين الصوت مش موجود معانا. انزين رح نكتفي بهذا القدر من المشاركة. طبعا انا حبيت اخذ وجهة نظركم في مرحلة الافتتاح ومرحلة الانتشار، واشوف كل واحد فيكم كيف عم يفكر على رقعة الشطرنج، وايضا الطريقة او الفهم. مين هذا اللي يتكلم؟ لا تقاطعني يا ابني أرجوك. المهم في حد يكتب بيشوب دي 3 أيضا. أرسين أوكي يا أرسين. انتبه عليك. السؤال الحين واضح بده ينتشر بهذا الفيل. بكل بساطة لو أجى بالفيل على مربع البي 5 مثلا وقال كش ملك، الدفاع سهل، وبالتالي يعني طالما الدفاع بسيط وسهل معناها النقلة خاطئة أو النقلة ضعيفة. إذن هاي النقلة غير صحيحة، غير صحيحة. بيشوب بي 5 نقلة غير صحيحة. ضل عندي بيشوب سي 4. بيشوب سي 4 يا ابني كمان أيضا بدك تنتبه، بدك تنتبه من الضربات التكتيكية، من الضربات التكتيكية. أعطيني أعطيني جندي مجانا، يوم تاكل رح يصير في شو؟ فورك، رح يصير في فورك ايضا. حتى وان رجعت واكل واكلت انت بالفيل ايضا، لاحظوا كيف، انتبه علي، كان عندك جنديين في الوسط، الحين ضل عندك جندي واحد في الوسط. رقم اثنين طلعوا الفيل هذا، الحين صار قوي جدا، والفيل الثاني جاهز ان يجي يربط الحصان، والحصان جاهز يجي يضغط على الجندي، وممكن ايضا اكسر لك الجنود من خلال نقله السي 5. كل هاي الاشياء اللي شايفينها امامكم ممكن تستوي في حال انك انت وضعت فيلك في مكان مش صحيح. هذا رقم اثنين، يعني انت تخسر الميزه اللي معاك. يعني نحن ما قلنا لك اني الحين الابيض بيخسر لما بيلعب سي 4 بيشوب سي 4، ما قلت لك بيخسر، لكن اللي اقول لك عليه انه ممكن الحين يبيت، تروح انت تبيت بعد، يروح اكلك، تروح انت اكله، يلعب لك دي 5، ترجع ياكل تاكل، يلعب لك مثل نقله نايت دي 7 ونايت اف 6، يرجع يهددك، والاسود صار مرتاح جدا، ما عنده ولا ربع مشكله. الاسود حقق التساوي بكل بساطه بسهوله كبيره جدا، وانت خسرت الميزه في مرحله الافتتاح. اذن بيشوب بي 5 نقله مش قويه، ضعيفه لان الدفاع عليها سهل. بيشوب سي 4 صحيح يا ريتاج، كل اللي قالوا بيشوب سي 4 نطلع ونضغط على جندي الاف 7 نقطه الضعف، وبعدين نجيب الحصان ونضغط ايضا مره ثانيه، ونقطه الضعف مهمه جدا. كلامك صحيح، كلامك مزبوط، ولكن بدي انتبه اني هو الاسود بكل بساطه قادر اني يبيت ويحمي البيدق بسهوله، يحمي بيدق نقطه الضعف بسهوله. يعني الحين انت كل هالمناورات اللي بدك تناوري فيها بالفيل وبالحصان صارت غير، يعني غير كافيه، صارت غير كافيه. اذا بدي ادور على فكره مهمه وفكره افضل من هاي الفكره. مش دائما هاي النقلات نقلات قويه مثل ما لك حافظه انت أو بتشوفي ضد الافتتاح الإسباني أو الطابق الإيطالي بيلعبوا هاي الأشكال. الحين هاي الأشكال مو ما هي مهمة، حتى غير هيك،
حتى غير هيك في استراتيجية سهلة ان الاسود يلعب سي 6 يريد دي 5 او يريد نايت اي 4 ودي 5 او يريد يلعب سي 6 مع ايش؟ مع بي 5 مع بي 4 يهدد الحصان يهدد الفيل يضغط على الحصان. في فكرة عند الاسود سهلة يلعب فيها بهي الاشكال. طيب ضل عندنا نقلات بيشوب دي 3 مثلا. نقلة مثل بيشوب دي 3 اقترحها بعض اللاعبين. سؤال مهم، هذا الفيل جالس يحمي الجندي، بس هذا الجندي بيشوب دي 2. بس انتبه يا ابني لا تتكلم الا انا اطلب منك لو سمحت. بيشوب دي 3 شو استفادينا؟ حطينا الفيل الفيل هذا اخذ وتر قوي. هل اخذ وتر قوي؟ لا مو اخذ وتر قوي، انه الجنود هاي قويه مسكره على مين؟ على وتر الفيل، مسكره على وتر الفيل. الفيل هذا مو باخذ وتر قوي، مو اخذ وتر قوي. هذا الجندي اللي شايفينه في مربعات الوسط محمي اوريدي بالحصان وما حد يهدده. يعني انا ليش احط فيلي بالدي 3 واخلي الوزير ما بحامي الجندي بشكل قوي واسكر الطريق على الوزير واخلي الفيل هون ممكن يلعب لي نقلات مثل نايت سي 6 نايت بي 4 او نايت سي 6 مع اي 5 واستغل الفرصه وجود فيلي هون. لا خلي فيلي احسن الاي 2 افضل. ليش؟ حتى كمان يا ابني اللي فاتح المايك يسكروا ارجوكم. اخلي الفيل بالاي 2 على اساس اني ايش ما اخلي فيه عنده فرصه يلعب بيشوب جي 4 ويكون رابط لي الحصان ابدا. يعني لو قررت انك انت تلعب الحين بيشوب جي 4 مثال، ما لك رابط لي الوزير، شايفين؟ ما لك رابط الوزير، وبالتالي ممكن أطردك بسهولة. في حال رجعت رح تكون بتخسر وقت، وفي حال أكلت شكراً لك لأني استوى معاي ميزة الفيلين، استوى مع الأبيض ميزة الفيلين في مرحلة الافتتاح، صار معهم ميزة الفيلين. الكلام واضح؟ مفهوم؟ مفهوم للجميع؟ إنزين، إذن بيشوب إي 2 نقلة منطقية. سأل الأبيض نفسه أني وين أحط هذا الفيل، ناقش الوضع، فكر بشكل منطقي، ولا لا النتيجة أنه يحط الفيل بالإي 2. نقلة مهمة. طبعاً الأسود بيت، الأبيض بيت أيضاً. الأسود لازم يوجد بلان، يوجد خطة، يوجد فكرة، شو بده يسوي؟ سؤال مهم جداً، السؤال مهم جدا للجميع. الاسود كيف بده يفكر بهذا الوضع؟ مهم جدا انك تعرف كيف تفكر او توجد افكار، مهم جدا هذا الشيء. الاسود لعب نقله، طبعا نقله منطقيه اي 6. شو فكره نقله الاي 6؟ السؤال موجه الحين ل امين محمد. شو فكرة الاي 6؟ انا بدي العب الفيل على بي 5 مستقبل، عشان ما يلعب الفيل على البي 5 بالمستقبل. ما اقول يلعب بي 5 وبي 4 يطرد الحصان مستقبل. ايوه بفكرة اي 6، بفكرة بي 5 بي 4، بفكرة بي 5 بي 4. برافو عليك. إذا وجد هدف، وجد فكرة أنه أنا بلعب A6 بفكرة ألعب B5 بعدين ألعب B4 أطرد هذا الحصان اللي يحمي مين؟ اللي يحمي هذا الجندي، وبالتالي بعدين آكل الجندي. حلو، برافو عليك، فكرة جميلة، برافو عليك. إذا A6 بفكرة B5 B4، إذا يلعب النقلة مع فكرة. خلينا نشوف مين عم بيشارك من خلال كتابة، من خلال كتابة أرسين عم يكتب. يا أرسين، أرسين انتبه على الدرس. كريم بيشوب اي 2، برافو كريم.
وارسين بيشوب دي 3 تكلم قبل شوي انتبه على الدرس يا ارسين. اي 6 الابيض طبعا لازم يوجد نقلات، لازم يوجد نقلات فعاله بهذا الوضع ويلعب بشكل منطقي، يلعب بشكل منطقي. انزين صباغ شو تلعب بهذا الوضع يا صباغ؟ صباغ ما تنام، السؤال واضح، شو بدك تلعب بهذا الوضع؟ A4. A4 برافو عليك، ممتاز، رائع، فكرة جميلة. الأبيض يقدر يلعب نقلة مثل A4 ويمنع، يمنع الأسود من أنه يلعب B5 ويأخذ مساحة أيضا. لكن الأسود ليش ما أنه خايف من نقلة A4؟ لأني أول شيء إذا يريد يقدر يلعب B6 ويطلع فيلو ينتشر ويضغط على الجندي، هذا رقم واحد. رقم اثنين يمكن ما يلعب B6، بالعكس الحين ممكن يوجد فكرة ثانية يقول لك أنا بنجز بالحصان على مربع C6 وبهدد أني أضرب الوسط من خلال نقلة E5. وفي حال أنك أنت لعبت نقلة مثل هاي النقلة مثل D5، الحين حصاني يجلس هون ما أخاف عليه. ليش؟ لأني ما في جندي هون يطردني، ما في جندي هون يطردني. الأبيض لعب A4. إذن نقلة A4 نقلة جميلة، نقلة جميلة وحلوة، ولكن مش هي أقوى النقلات، مش هي أقوى نقلات هون موجودة، في نقلات ثانية. خلينا نشوف مين عم شارك وكتب. مين عم شارك؟ كريم الأطرش، ثانك يو، ويلكم يا كريم، خليك بالدرس. السؤال غير، يلا السؤال موجه الحين لأحمد جمال. كابتن هلعب A4. يا ابني انت وين؟ راسك مو معانا؟ انت تلعب A4 وأنا قلت شرحت الفكرة اللي قالها أحمد الصباغ، حلوة النقلة ولكن مو هي أفضل نقلة، والسبب إنه بيتفرغ مربع B4، بيصير مربع B4 ضعيف، يعني ممكن الأسود يلعب نايت C6 ويجي نايت B4 بعدين بالمستقبل بسهولة. مش يعني كابتن أوكي بلعب A3 نقلة ما لها أي فكرة، نقلة ما لها أي فكرة. شكرا، سكر المايك. نور السوم، نور السوم، يا نور A4. الله أشهد أن لا إله إلا الله. يا نور السوم معانا أنت يا نور؟ إيه. شو بدك تلعبي؟ A4 نمنع B5. طيب بس نحنا ما كنت أنا عم بتكلم مع زملائك وبقول لهم إن هاي النقلة حلوة لكن مش كتير قوية، والسبب إني الحصان هذا رح يجي على C6 وهو مرتاح وده يلعب E5 يكسر الوسط، وفي حال طردنا الحصان الحصان ممكن يجي على مربع B4 ويصير مربع B4 ضعيف. عم نتكلم بهذا الوضع يا نور. بينا A3 بيوطل في B4 لبعد B5. A3 نلعب A3 ما لها فكرة يا نور، نقلة A3 ما لها فكرة، يعني نقلة لعب A3 ما في أي هدف من هاي النقلة، ما منها أي هدف. لازم تكون نقلاتك منطقية، لوجيك موف، نقلات فيها هدف، نقلات فيها انتشار، نقلات فيها أفكار، نقلات فيها تطوير للقطع. هذا الشيء بدك تفكري فيه، هاي طريقة بدك تفكري فيها. أوكي يا نور، شكرا نور. السؤال موجه الحين لا مين السؤال؟ ريتاج،
ريتاج. نعم استاذ. استاذ هو اني العب بي 3 عمود انتشر بالقطع مالتي بس بعدني ما متاكده منها. بدك تلعبي بي 3 تنتشري بالفيل من بي 2 اوكي هيك بدك. شكرا يا وعليكم السلام ورحمه الله. مين دخل معانا الحين جديد من اللاعبين الابطال؟ محمد جاويش. يا مرحبا محمد جاويش، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. يا جاويش بما انك دخلت ودخلت والحين هذا الوضع امامك، كيف بدك تناقش هذا الوضع؟ الاسود كان لعب اي 6 اخر نقله ويخطط يعني يلعب نقله مثل بي 5 وبي 4 ويضغط على هذا الحصان، يعني عم يوجد عم يحاول يوجد افكار الاسود. والابيض لازم ايضا يوجد افكار ويناقش الوضع ويناقش الرقعه بس لكن لازم يلعب نقلات منطقيه. شو تلعب بهذا الوضع يا بشار او يا جويش؟ هلا ممكن العب اي 4 او مثلا اتش 3 كرمال اقدر بيشوب اي 3 يعني يصير قلعه هيك بعرف اسمه. زين حلو كثير حلو كثير، شكرا يا جويش. سكر المايك من عندك. طبعا نحن اخذنا اشكال كثيره ومقترحات كثيره. الاي 4 نقله منطقيه مثل ما حكيتوا، اتش 3 بفكره اني اطلع بالفيل على مربع الاي 3 نقله منطقيه. اشياء كثيره انت بدك تفهمها على رقعه الشطرنج. اهم الاشياء اللي لازم تفهمها ان يوم تشوف قطعه ما تشتغل اول شيء لازم تفكر فيها. اول شيء اول هدف في مرحله الافتتاح هو الانتشار الى الوسط، بعدين الانتشار لسهوله عمليه التبييت، تامين حمايه الملك هذا رقم اثنين، رقم ثلاثه تطوير القطع تفعيل القطع. لازم ابحث عن القطعه اللي ما تشتغل واشغلها اعمل تعبئه. يعني الحين مثلا روك اي 1 من النقلات السهله جدا والبسيطه، اجيب قلعتي اللي جالسه على عمود مغلق واجيبها خليها ايش موجوده على عمود، موجوده على عمود يمكن ينفتح، يمكن ينفتح بعد شوي، ممكن اجيب قلعتي خليها تشتغل احسن تنشط. ممكن العب نقله الجويش اتش 3 بفكره اطلع بالفيل على الاي 3، ممكن العب بشوب جي 5 ايضا، ممكن العب بشوب جي 5، ممكن ممكن العب فكره ريتاج بي 3 مع بشوب بي 2، ولكن هذا الفيل هذا الفيل انا محتاجه على هذا الوتر، محتاجه على هذا الوتر يا ريتاج. اذا نقله روك اي 1 غير مكترث الابيض من نقلة بي 5، مش خايف من نقلة بي 5 والسبب هلا رح نشوف مع بعضنا. بي 5 والحين الابيض قرر بهذا الوضع انه يلعب بشكل تكتيكي جميل جدا، يلعب بشكل تكتيكي جميل جدا. طبعا اناند لعب اي 5 يهدد الحصان، شايفين شوفوا القلعه الحين اللي اجت لهون شو بده يكون في لها مهام، شو بده يكون في لها شغل كثير حلو، يقول له اعطيني الحصان. طبعا الحصان ما يقدر يجي على مربع الدي 5 ولا يقدر يجي على مربع الدي 4، ممنوع يجي على هدول المربعين بسبب انه الحصان مراقب هدول المربعين. لو فكر انه يجي الحصان على سبيل المثال بهذا الوضع على الجي الاتش 5 راح يكون جالس بطرف الرقعه بدون اي هدف بدون اي فكره ما عنده شيء، حتى ممكن العب نقله اتش 3 وجي 4 مات الحصان خلي بالك. الحصان ان يرجع على مربع الدي 7 على سبيل المثال راح يكون في مشاكل ايضا، مشاكل حلوه، يعني ممكن العب لك نقله الاي 6 اضحي لك بهذا الجندي واضرب هذا الحصان ويوم تاكل انت يا سلام عليك
يا سلام عليك على هالنقلات الجميلة وعلى هالنقلات التكتيكية. والحين الحصان مهدد البيدق ومهدد الوزير والقلعة فورك بالحصان جميل، وممكن أيضا أستفيد وألعب بيشوب اف 3. يعني لو حتى أنت شردت بالحصان على مربع مثلا البي 6، يا سلام ممكن أنا أستغل الفرصة وأجي ألعب نقلات جميلة مثل إيش؟ مثل بيشوب اف 3 أو بيشوب جي 4. أعطيني البيدق، أعطيني البيدق، يا سلام لعب جميل ورائع جدا. يعني هذا الوضع استراتيجيا الأسود صار سيء جدا، والسبب أني قطعه كلها ما عادت تشتغل، جنوده كلها تركبت، والأبيض قادر يأخذ أفضلية بهذا الوضع. طيب شو بده يسوي الأسود؟ أكل بيدق ضرب بيدق، أكل بالبيدق، وبالتالي ممنوع أيضا تجي، ممنوع تجي على مربعات الوسط، وأيضا ممنوع ترجع على مربع الدي 7 لأن الوضع راح يصير سيء بعد نقلة الإي 6. يعني أنتوا بس تفرجوا على هذا المنظر، مجرد أني أنا ألعب بهاي الطريقة وأكسر لك جنودك، تفرجوا على هذا الشكل، البون ستركشر سيء، الأوتار ضعيفة، الأوتار البيضة ضعيفة، والمناورات سهلة، المناورات سهلة على نقاط الضعف، الوضع بصير سيء جدا، خلي بالك. طيب وين يروح؟ أجى الحصان على مربع الجي 4 قال له أعطيني جنودك، أعطيني جنودك يا حبيبي، وين جالس تدز فيهم؟ وين جالس تدز فيهم علي؟ تتبغدد علينا ونحن من بغداد؟ أعطيني جنودك عيني، أعطيني يا حبيبي، أعطيني فلوسك. وين يروح؟ شو يسوي الأبيض؟ لكن أناند هذا بطل عالم، مو بحي الله، مو بتكة وكباب، هذا أناند، هذا يا حبيبي أناند بطل العالم للشطرنج من الهند. هذا الفلفل، الفلفل الأحمر والبهارات يا حبيبي، خلي بالك، خلي بالك، لعب له نقلة جدا قوية، لعب له اتش 3، قال له كول كول يا حبيبي، راويني لشوف شو في عندك، اعطيني حصانك، قال له اعطيني حصانك، انت اعطيني حصانك. يا سلام على هاي النقلة، فعلا نقلة جميلة، تهديد، قال له لو تاكل بالحصان انتبه، شوف ما اسهل الوضع، لو قررت انك تاكل مثلا على سبيل المثال اكلك تاكل بالفيل، اقول لك اعطيني قلعتك واعطيني، اعطيني قلعتك، اعطيني فيلك، ديسكفرت اتاك، ديسكفرت اتاك، كشف كشف، بده القلعه وبده الفيل. طيب لو اكلت ايضا باكل وزيرك، اول شيء تاكل اجباري، باكل بالجندي، اعطيني قلعتك، يا سلام وين تروح؟ اجباري تغطي، اعطيني جنودك، اكلت الجندي الثاني صار قلعتي على الصف السابع، وقلعه قويه جدا، فيل قوي جدا راح يموتك، ما عندك، مربعاتك ضعيفه، مربعاتك جدا ضعيفه، البيضة السوداء مربعاتك جدا ضعيفه، ولو حتى انك انت انتشرت، حتى ولو انتشرت انت قادر، انا قادر العب لك نقلات بسيطه بهذا الوضع، نقلات بسيطه جدا بهذا الوضع. طيب يعني مثلا لو لعبت انت مثلا بيشوب اي 6 تقول والله كابتن انتشرت، طيب انا شو المشكله؟ لا في مشكله، ومشكله كبيره، الحين العب لك نقله بيشوب جي 5 انتشر بالفيل، احاول اعمل اتاك، اعطيني فيلك يا حبيبي، اجباري تشرد بالحصان، اجباري تروح بحصانك، يا سلام وين تروح؟ اجباري تشرد بالقلعه، وين تروح بالقلعه؟ مثلا تتخبى بالقلعه، تتخبى بالقلعه، الله 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 على الدنيا وحلاوتها، شوفوا كيف ما احلاها، شوفوا الابيض يقدر يلعب نقلات جميله مثل اي 4 كمان، الحين يقدر يلعب اي 4، يقول له كيف بدك تتحرك، شوفوا الوضع، ميزه الفيلين قطع كلها مكبله ما تتحرك، وافضليه ساحقه مع الابيض بهذا الوضع، افضليه ساحقه مع هذا الوضع. انزين نرجع للوضع،
بنرجع للوضع الاساسي بعد ما بيت ولعب اي 6 لعب روك اي 1 ولعب بي 5 لعب اي 5 اكل اكل قال له اعطيني حصانك نط نايت جي 4 ولعب اتش 3 اضطر الاسود انه يرجع نايت اتش 6 ما في عنده غير خيار نايت اتش 6 لعب الابيض نقلات فعلا عبقريه بهذا الوضع الله عليك يا اناند يعني فعلا اناند لعب نقلات هون كلها فيها دراسه فيها فهم شو تعطونا نقلات وشو تعطونا افكار بهذا الوضع يلا بسرعه السؤال للجميع بسرعة يا ابني يلا سؤال الجميع جاويش وينك افكر نايت جي 5 نايت جي 5 بدون فكرة بدون فكرة يا ارسين جاويش شو تلعب نور أسوم شو تلعبي لازم توجدوا أفكار سهلة أفكار سهلة هون بيشوب إي 3 بيشوب إي 3 حلوة الفكرة بس لكن ما بدك شيء ينط الحصان ينجز ويهددك كابتن كوين دي 5 ممكنة الله عليك مين هذا اللي قال كوين دي 5 جاويش برافو جاويش كوين دي 5 برافو عليك حلو نقلة تكتيكية وجميلة جدا عطيني قلعتك عطيني قلعتك طيب لو لعبت لك يا جاويش سي 6 شو بدك تلعب لو لعبت لك سي 6 شو راح تلعب ممكن كوين سي 5 حلوة بس لكن ايش لا ارجع كوين اي 4 ليش ارجع كوين اي 4 ليش ارجع كوين اي 4 اضلني ضاغط ورابط هذا الجندي وفي هدف ثاني احول يا غنام واضغط على هذا الحصان السيء فهمت علي يعني في حال انك انت طمعت كمان تطلب وزيري شكرا لك مات الحصان مات الحصان والتهديد صار مزدوج بالوزير وبالفيل خلي بالك يعني النقلات كلها جميلة إذن كوين دي 5 لو لعبت سي 6 رح يكون وضعك سيء جدا يا مرحبا بتاكل إجباري أكل بالحصان أعطيني جنودك يا سلام عليك يا جويش أعطيني جنودك أعطيني جنديين ولكن ما خلص التحليل الأسود دافع الأسود لعب إي 6 دافع عن هذا الوضع لو أكلنا الجندي الحين لو أكلنا الجندي الحين يا صباغ شو يلعب الأسود؟ روك اتش 7 روك اي 7 صحيح ومات إيش؟ مات الحب مات الحصان يا حبيبي ضحك عليك إذن الوضع ما انتهى التحليل ما انتهى لعب له سي 6 لعب له اي 6 لعب نايت على مربع الاف 6 تشيك ف الحين فان ويلي قرر يستغني عن هذا الفيل وياكل قرر يستغني عن هذا الفيل وياكل ليش قرر هيك ليش سوى هيك خاف لان الابيض احسن من فيله خاف اني الابيض يلعب جي 4 وهذا الحصان ما يتحرك بعدين يموت خاف من هاي الفكرة فكرة ثانية يعني الحصان ما عاد يقدر ينتشر مثل العالم والناس قال لك باكله وبضغط عليه فأكل طبعا هذا القرار اللي أخذه يعني كان قرار بالإعدام لأني أكل الأبيض حط عنده جندي هون جندي يعني هذا الجندي مؤثر جدا هذا الجندي يخنق الملك عامل حصار مشكلة للملك وأيضا الملك حتى ما يقدر يطلع ينتشر ويتحرك يعني يطلع يشارك ايضا عنده مشاكل الحين الاسود في هذا الحصان مهدد مطلوب
إجباري يشرد الحصان، إجباري يشرد الحصان. الحين نقلات الأبيض جدا حلوة وجدا مهمة جميلة. جي فور ما يحتاج، ما يحتاج يا حبيبي، ما يحتاج أهيج الحصان. لا، في نقلات أهم، في نقلات أهم. الحين في عندي وتر ضعيف بدي أستغله، عندي قطع ما اشتغلت انتشرت بدها تنتشر، في عندي حصان بدي يتطور، في عندي شيء بدي أسويه على الرقعة، ما بدي أفكر بنقلات يمين ويسار بدون أهداف. لا، لعب الحين نايت إي فايف نقلة جدا جميلة، يطلع بالحصان يهدد إنه يطلع بالفيل، ويهدد أيضا يطلب القلعة، والحصان قوي جدا صار الحين في مربع الإي فايف. يا سلام على هاي النقلة الجميلة، يا سلام على هاي النقلة الجميلة. لعب بيشوب على مربع البي سيفن، يأخذ الوتر يدافع، ولكن الأبيض الحين أيضا لعب نقلات جميلة. شو تلعبون بالأبيض؟ يلا لأشوف بسرعة. بيشوب جي فايف، بيشوب اف فور. برافو عليك يا أرسين، بيشوب اف فور، انتشار بالفيل. برافو عليك، انتشار بالفيل، ممتاز رائع، انتشر بالفيل، والحين بده يجيب القلعة وحصانك ما يطلع زين. شو بدك تلعب؟ مشكلة، مشكلة يا حبيبي. لعب روك دي ايت ياخذ العمود، لعب روك دي ايت عشان ياخذ العمود. النقلة هون سهلة، والسؤال الحين موجه لشريف البدوي. شو تلعب الحين يا شريف البدوي؟ شريف البدوي شو تلعب؟ شريف البدوي تلعب. سكر المايك يا كريم، سكر المايك يا أرسين، سكروا المايك يا لاعبين. شريف البدوي شو تلعب الحين؟ جي فور. زين، سكر المايك. توفيق أيوب شو تلعب؟ توفيق. نعم كابتن. شو تلعب الحين يا ابني؟ ثاني عم فكر كابتن. عم تفكر. امين محمد شو تلعب الحين؟ روك اي دي وان. ممتاز يا امين، ممتاز. القلعة ما تشتغل، صرنا 6 ساعات نتكلم، صرنا 6 ساعات نبوح ونصيح. القطعة اللي ما تشتغل عندك شغلها يا حبيبي، قانون، هذا قانون عندك لازم تفهمه، قانون اللعبة انك تطور قطعك، تنشط قطعك، تشغل قطعك، تفعل قطعك، قانون هذا دستور اعتبره. قطعة ما تشتغل اجيبها على الشغل، قطعة ما تلعب العبها، لان القطعة اللي ما تشتغل ما لها قيمة، ما لها قيمة، خلي بالك. روك دي ون، أحسنت، نقلة جميلة. روك الاي على دي ون، عطيني قلعتك اللي تشتغل، عندك قلعة واحدة تشتغل عطيني إياها. الحين رجع الحصان، ما يقدر يعطيه، ما يقدر يأكل ويعطيه العمود، ما يقدر يسوي هيك. فرجع بالحصان يحاول يدافع، يحاول يدافع، مش إنه يدافع، يحاول إنه يدافع. بيشوب لعب الأبيض نقلة جميلة، حلوة، قوية، رهيبة. لا، لعب الأبيض الحين سي فور، يضرب الحصان، يستغل الحصان، ربط الحصان، يستغل الربط، ويوم تاكل، يوم تاكل يا ابو الحضارات يعطيك العافية. ليش؟ لاني صار عندك جنود مركبة وعامود ممكن استغله ويكون مفتوح واضغط عليك ويصير عندك نقاط ضعف كثيرة. ابسط شيء. شيء ثاني، اكل بالحصان،
يا سلام عليك، الحين مربوط حصانك والحين مطلوب بقوة قوتين ثلاثة، ما تقدر تاكل، ما تقدر تاكل، مو بالسهل انك تقدر تاكل. فقرر الاسود انه ينتشر بسرعة، لعب 9C6. شو نلعب بهذا الوضع يا ابطال؟ شو نلعب بهذا الوضع؟ يعني هذا الجيم فعلا يفهمك كيف تفكر، يفهمك ويشرح لك كيف تلعب. يلا يا ابطال. قاسم، قاسم احمد، السؤال إليك. قاسم، باكل النايت بهدد القلعة، باكل النايت بهدد القلعة، بياكلك بالفيل. برافو كريم، برافو كريم. بس يا كريم مرة ثانية ما تتكلم بروحك يا كريم. سيفا جميلة، برافو عليك. خليك تفكر ببيشوب اف 3. بيشوب اف 3 كمان فكرة حلوة، كمان فكرة. انا كتبت بس، لكن يعني انت الحين شوف النقلات السهلة البسيطة، شوف النقلات السهلة البسيطة. سيفا اعطيني في حصانك، وين تروح بالحصان؟ فأكل، أكل حصان، ضرب حصان، أكل بالفيل، أعطيني حصانك وين تروح؟ إجباري، ما عنده غير مكان وحيد مهدد الجنود. نايت إي إيت. قال له دافعت، قال له دافعت أنا بهذا الوضع، لكن هيهات يا حبيبي، هذا الوضع صار جل، صار سجن، صار القطع أنت عندك. الحين هذا الحصان ما ينتشر، ما يتحرك، ما يتحرك مكان. يا سلام، هاي الحصان، هذا الحصان صار ضعيف، الملك ما ينتشر، ما يتطور، الملك ضعيف، قطعك ضعيفة، ما عندك غير، ما عندك غير هذا الفيل. سكر المايك يا كريم، سكر المايك، ما حد يتكلم بدون ما أطلب منه. الحين شايفين الضعف، شايفين الفرق المستوى؟ الحين ظهر في فرق بالمستوى بين الأبيض والأسود. شايفين على هذا الفيل المسيطر على هذا الوتر كم هو قوي؟ شايفين هذا الفيل، شايفين القلعة أخذ العمود، بينما الحصان سيء، بينما الملك ضعيف، بينما الملك آمن، في فرق بالمستوى استوى. لكن الأسود يحاول يدافع، يحاول يدافع، ما يقدر. أكل، قلنا بالقلعة. الحين شو نلعب؟ نقلة قوية، معانا ميزة فيلين، معانا أفضلية الفيلين، وعندنا نقاط ضعف. شو لازم نسوي؟ كيف لازم نفكر؟ مهم جدا. يا سلام عليك، برافو عليك يا أرسين، برافو عليك يا كينيان. عطيني قلعتك اللي تشتغل، عطيني اياها بسرعة، عطيني العمود. اجباري تاكل، يعني ما معقولة، او تحط فيلك بالدي 5، اما تاكل او تحط فيلك بالدي 5، ولكن حط فيله بالدي 5 عساس يسكر، عساس يسكر، وبعدين يلعب سي 6 ويتخلص من هاي المشاكل. لكن الابيض ما رحمه، لعب له اي 4، لعب له اي 4. عطيني جنودك، عطيني جنودك يا حبيبي عليك. الحين عندك مشكلة، شو هي المشكلة اللي عندك؟ لو مثلا فكرت انك تلعب نقلة سي 6، مثال، اعطيك مثال، والحين انا بكل بساطة قلتك انت بشو بدك تاكل؟ باري تاكل بهذا الجندي، صح؟ شكرا لك، شكرا يا حبيبي، لاني قلعتي راح تجي تاخذ العمود المفتوح، ويعطيك العافية، نزلت للصف السابع وماتت. هذا الحصان مات نهائيا، ميت الحصان. سكر المايك، ورجيني مين فاتح المايك، خليني أشوف واحد فاتح المايك. انزين، ما مشكلة، مشكلة كبيرة. طيب شو بدي يعمل؟ مطلوب جندي، بيدق مهدد، أكل،
ما عنده غير ياكل، قال لك شو بده يسوي؟ يسوي اكل. جاويش يا جاويش، شو بدك تلعب بهذا الوضع يا محمد جاويش؟ شو بدك تلعب بهذا الوضع؟ قرر شو بدك تلعب بهذا الوضع بسرعة. ممكن روك دي فور. يا سلام يا سلام عليك جاويش، نخلي رائعة روك دي فور، نخلي رائعة روك دي فور، برافو عليك، أحسنت، أعطيني جنودك، أعطيني جنودك، الله ما أجملك، حلوة جميلة جدا روك دي فور. إجباري شرد بالقلعة، يبا يلعب سي سيكس، يبا يتخلص من مشاكله، أكل الجندي ويهدد الجندي الثاني، إجباري عنك ترجع بالفيل وتحمي جنودك. تفرجوا على هذا المنظر، هذا الفيل مدافع بينما هذا الفيل قوي جدا، هاي القلعة مهاجمة بينما هاي القلعة مدافعة، هذا الحصان ميت ما يتحرك مكان، الملك ضعيف، أفضلية ساحقة مع الأبيض، أفضلية ساحقة مع الأبيض، يفترض أنه يستسلم، يفترض الحين أنه يستسلم، لكن ما استسلم. خلينا نشوف بشكل سريع شو لعب وطور الوضع. لعب F4 ما يخليه يتحرك، لعب H5 يحاول أن يطلع بالملك يمين يسار، ولكن لعب له G4 أيضا ما يخليه يتنفس، أكل أكل، وبالتالي شايفين هذا الملك، حتى هذا الملك ما في حركة. لعب A5 وقرب الملك، شغل الملك الحين، نقلات لوجيك سهلة بسيطة، بعد ما حقق الأفضلية الساحقة جاب كل القطع على الهجوم، والحين لعب بيشوب سي 6، لعب بيشوب اف 3. الله على هالنقلة الجميلة الرائعة، أعطيني فيلك يا حبيبي، أعطيني فيلك، أكل القلعة، أكل القلعة. الحين فيلين ضد فيل وحصان، أو ضد فيل بس، لأن الحصان ما يتحرك. فعلا هذا الجيم جميل جدا، ظل عنده يتحرك بهذا الفيل، ما عنده غيره، ولعب له جي 5 على أساس الحصان الملك ما يطلع، أبدا ما يطلع الملك، أبدا ما يطلع الملك من هون. الحين استوى الملك هذا مخنوق، مخنوق ما يتحرك مكان، الحصان مخنوق ما يتحرك مكان. يا سلام، فعلا ولا أجمل من هيك. تفرجوا كيف كمل بكل بساطة، الأبيض كمل بكل بساطة، طلع بالفيل عشان ما يخلي الفيل يرجع يدافع ولا يعمل شيء، بعدين قرب الملك جاب الفيل. ليش جاب الفيل؟ عشان يقول له العب نقلات، ما عنده نقلات، رجع بالملك حط الفيل هني. الله على هاي المناورة الجميلة، واحد اثنين ثلاثة، حط الفيل وطلب الحصان إجباري يلعب بالملك. بس يا ابني رجاء لو سمحتوا بدون لعب أطفال، والحين شو تلعب؟ أعطيني نخلة، إجباري بالفيل، ما عندك غير بالفيل، ما عندك غير بالفيل، تروح وترجع وأنا أقرب الملك، وأنا أقرب الملك، والحين ما عندك ولا نقلة، إجباري تجي قرب الملك الجندي لهون الأمام، والحين شو بدك تلعب؟ قربت الجندي، استسلم، استسلم الأسود إجباري، يعني ما عنده ولا يتنفس. الحين لو حركت الجندي لقدام رح آكلك بلاش، لو حركت الفيل رح آكلك الجندي وآكلك الجندي الثاني، صار عندي جنديين باست بون، جنديين سالكين، يعني أعطاه درس أناند، أعطاه درس، درس يعني فينك، درس وعلوم بالشطرنج لهذا الملك الحزين. ولا فان ويلي، فان ويلي لاعب من الأبطال العالميين وله تاريخه، ولكن تفرج شو سوى فيه، تفرج شو سوى فيه. إنزين، طبعا انتهى درسنا وحصتنا الأولى انتهت. طبعا هذا الافتتاح يعني شاهدنا أفكار فيه، وشاهدنا يعني أشياء جميلة حصلت معانا على رقعة الشطرنج، ومناورات حلوة، وتطوير القطع، طريقة تطوير القطع، وكيف تفكر أنت في مرحلة الافتتاح، وكيف تفكر بالتعامل مع قطعك، هذا شيء جميل جدا. ولكن تفرجوا على هذا السجن وعلى هذا المنظر اللي وصل له الأسود مع
من بعد مجموعة من النقلات المنظمة والنقلات القوية والنقلات الهادفة المحسوبة من أناند. أناند طبعا لعب أدوار كثيرة في هذا الافتتاح، ورح نشاهد أيضا الجميل والجميل دور كاسباروف اللي تعرفونه، الدور الشهير لغاري كاسباروف اللي لعبه ضد توبالوف بهذا الشكل، وكسب ايضا جيم تكتيكي خرافي رائع. ان شاء الله بالحصه الثانيه راح نسلط الضوء ونشوف بشكل سريع ادوار عن هذا الشكل، عن التبييت الطويل. راح نشوف ايضا دور كاسباروف بشكل سريع، تابعونا بعد ربع ساعه ان شاء الله من الان، يعني ان شاء الله الحين الساعه 4:07، الحين 4:07 او 8 دقائق، بعد 15 دقيقة راح نبلش الدرس الثاني ونكفي رحلتنا مع افتتاح بيرك. كونوا متواجدين معنا ولا تذهبوا بعيدا، مشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. يعطيك العافية كوتش. لينك جديد ولا نفس اللينك؟ نفس اللينك يا ابني، فيك تستخدمه كل يوم، هذا اللينك فيك تستخدمه كل يوم. مشكورين. لكن قبل ما تروحوا تغادروا، راوني يا ابطال يا حلوين، لو تفتحوا لو تفتحوا الكاميرات ونشوفكم قبل ما تغادروا، اذا كان في امكانيه. امين محمد، افتح الكاميرا تبعتك. يلا يا امين، كريمو، ابو حميد الصباغ، شكرا لكم، وانا اراكم ان شاء الله بعد قليل. مشكورين، يلا مع السلامة.